نحن هلأ بعد حوالي ساعة نقوم بإجراء عملية تجميل وتعديل الأنف على سيدة. العملية عتكون تحت تخدير موضعي مع المهدئ. الآن نحن نحضر السيدة وعتشوفوها الآن على الطبيعة بغرفة التحضير قبل العمليات. السيدة مشكلة الأساسية مثل ما هو واضح عندها عرض شديد، الأنف جدا عريض، لاحظوا هون زروة الأنف عريضة جدا عريضة جدا وأخذ حيز كبير من وجهها، بالإضافة للعرض مثل ما هو واضح كمان العرض جدا عريض الأنف، الزروة بسموها الأرنبة وقاعدة الأنف عريضة الفتحات. بالإضافة للشيء هذا كمان إنه عنده البروز، عنده بروز وطول، الأنف بارز وهبوط في الأنف، لاحظ هون هبوط في زروة الأنف باتجاه الشفة. فنحن الآن عم نحضر الأخت وعنكون بإجراء العملية تحت التخدير الموضعي مع المهدئ وعتكونوا معنا إن شاء الله أثناء البروسيس كله، قبل العملية، أثناء العملية، كمان بعد العملية، نشوف كمان شو شعور المريضة، شو حست، شو انطباعها بعد العملية، حتى كمان عن صور المريضة بعد أسبوع من العملية نتيجة فك الضماد وتشوفوا النتيجة الحقيقية الواقعية وشوف شو رأي الأخت السيدة بالنتيجة اللي إن شاء الله بإذن الله عتكون كويسة بإذن الله تعالى. اليوم عندي عملية لتجميل الأنف لي شي 10 سنين، بفكر أعمل عملية لأغير أنفي، عندي مشكلة هون في العظمة وعندي هون بأرنبة الأنف كمان وسيعة، فخبروني عن الدكتور بشار البزري وهو استشاري بعمليات تجميل الأنف الوش، نصحوا لي فيه وقالوا لي كتير ممتاز هذا الدكتور، وفعلا لقيت باراجرافات موجودة عنه على النت، شهاداته العلمية، شو عامل في حياته، من ندوات، من مؤتمرات، شو مؤلف كتب، وفعلا قمت بالاتصال فيه للدكتور واستقبلنا بطريقة كتير حلوة ودعانا على المركز تبعه في دبي ورحنا استقبلنا بضحكته البشوشة طبعا وابتسامة عريضة وشرح لي بشرح وافي عن عمليتي وعن وشي، أخذ لي قياسات لأنفي، فرجاني فيديوهات حق يعني واقعية عن مرضى إله، أنا تفاجأت في وجود مرضى أوريدي موجودين في العيادة عاملين العملية وجايين يراجعوا، أخذوا لي قياسات زي ما قلت لأنفي ولوجهي عشان نعرف شو القياسات تناسبني، زائد إنه العملية اللي هذا طمني فيه إن عملية ما في جروح خارجية، العملية عن طريق تجويف الأنف من الداخل عن طريق تخدير موضعي وبحطه في الوريد مهدئ، يعني بنام فترة طبعا بعد ما أفي، خبرني إنه بحطوا لي جبيرة عشان أحمل أنف هاي الفترة، خلال 3-4 أيام ما بيكون في إشي في وشي إن شاء الله، بعد العملية برتاح شي ساعة ساعتين بس فيني إني أغادر المستشفى ما أضل قاعدة فيها. في إجراءات كتير قبل العملية، بياخد لك القياسات كاملة كيف رح يكون وشك بعد العملية بطريقة تقريبية بعض الشيء، فبصراحة كان الإشي حلو يعني، واتفقنا والحمد لله وهيني أنا حاليا موجودة في المستشفى واليوم إن شاء الله عمليتي إن شاء الله برجع بالسلامة. مثل ما حكينا بالعيادة تمام انه عندنا المشاكل الأساسية، عندنا البروز، عندنا هون الزوى التب يعني عريض، وعندنا هالهبوط هذا اللي هون، فشي عم نسوي هلا عم نصغر لك الزوى هي، عم نرفع الأنف شوي نعطيه منظر جمالي شبابي أكثر، والبروز هذا عيروح إن شاء الله. أو هذي كمان والفتحات عم تصغر، إيه فناخذ شوية مقاسات هلا هون بس عم نظبط شو شو بدنا نسوي، عندنا البروز مثل ما حكينا البروز هذا هون أساسي، عندنا هون بعدين الزوى هي عريضة بنصغرها، شايف عندنا هون الفتحات، فتحات المسرح، وعندنا هون العرض هذا كمان، العرض هذا هون، وعندنا هون العظم سميك كمان بدنا نحفه شوي، اوكي، فإذا عصر لك الزروة عنرفعه شوي لفوق، عصلح الفتحات، عصلح البروز، خليه يعطي شكل طبيعي وانسيابي وانسجم مع بعضه متناسب مع ملامح وشك كده ان شاء الله، يعطيك نعومه ومنظر شبابي اكثر ان شاء الله باذن الله. طيب اوكي.
الآن السيدة دخلت غرفة العمليات وتم إعطاء مهدئ مسكن، لكن ما هو تخدير، مهدئ مسكن. والآن عم نقوم نحن بإعطاء التخدير الموضعي تماما مثل ما بنعطى تخدير الأسنان. فنقوم الآن فعنكون غزة بسيطة، غزة بسيطة ننبهها. العملية تقريبا انتهت الآن تحت تخدير موضعي مع المهدئ. فبدنا نشوف الفرق، لاحظ الفرق، العرض هون، العرض الشديد بالأرنبة، العرض الشديد هون شايفينه، بالإضافة للبروز والطول، والفرق واضح الآن. الآن الفرق واضح، قديش الحجم تقريبا، الحجم الآن الحجم أقل من النصف، التلت، والشكل الهرمي الجميل. والبروفايل من على الجنب، البروفايل كيف الفرق بين البروفايل هون والبروفايل هون. فطبعا السيدة بالعمر هذا مع تصغير الحجم اللي شايفينه هون، هذا كله تصغير الحجم، والبروفايل الجميل اللي صار اعطاها منظر جمالي وشبابي اكثر. واكيد راح تكون ان شاء الله اكيد سعيده ومسروره بالنتيجه بعد العمليه. وملاحظين العمليه تحت تخدير موضعي، ما في اي نزيف، ما في اي دم، ما في أي ألم، المريضة مرتاحة، نايمة نوم طبيعي، هادئة جدا. مشيت ممتازة العملية الحمد لله، العملية ممتازة، مشيت تمام، تخدير موضعي، وشوفي ما في عندك أي ألم إن شاء الله، وما في حتى تورمات، وممكن تطلعي على البيت إذا حبيتي اليوم المساء أو مثل ما بدك، يعني بعد 4 ساعات ممكن تمشي إن شاء الله. وسنتك وشوفك بالعيادة بعد 5 أيام إن شاء الله. Oh, yes. I'm coming today to remove this, please, and see the doctor. I'm very exciting to see the result. صباح الخير. أنا اليوم بعيادة الدكتور بشار البزرة، جاي عشان أشيل الجبيرة عن أنفي وأشوف النتيجة. كتير كتير محمسة لأشوف نتيجة العملية وتغيير شامل لوشي. فإن شاء الله تكون النتيجة حلوة وتعجبكم. كتير محمسة كمان، مش شوي، كتير كتير. كثير بتشكر الدكتور بشار، ما توقعت هذه النتيجة بيرفكت لهالدرجة، كل شكلي تغير. الحمد لله ما شاء الله النتيجة كانت موفقة، العملية كانت موفقة جدا، أنت كمان حظك حلو، دائما القلب الطيب لا نتيجة طيبة دائما. فشايفة لاحظة كيف قديش هون صغير عندك، والبروز راح كله، والطول الهبوط كان عندك، الأنف هابط كثير باتجاه الشفة. فما شاء الله أعطاكي بروفايل كثير حلو، أعطاكي منظر شبابي وجمالي أكثر. شايفة تقريبا يعني تلت الحجم القديم، تلت يعني مو النص، تلت. عندك كثير عريض هون الصور قبل العملية. فأعطاك وما شاء الله يصلك لأسبوع، بس أسبوع ما في أي تورمات، ملاحظ ما في تورمات على الإطلاق بعد أسبوع من العملية. فمع إنه شال البروز كان في شغل على العظم، مع إنه في شغل على العظم ما في أي 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 تورم، وفقط أسبوع واحد بعد العملية. نشكر الله. فالحمد لله نتيجة ممتازة وفي فرق واضح، وأعطى منظر جمالي ومنظر شبابي واضح جدا. والحمد لله أهم شيء هو إنه الأخت مسرورة، هذا الشيء أهم شيء بالنسبة لي. هي سعادة المريض هو أهم شيء بالنسبة لنا، بغض النظر عن كل شيء. لما يكون ابتسامة على وش المريض ورضا، هذا بالنسبة للطبيب هذا أهم شيء عنده، إنه رضا، يشوف الرضا على وجه مريضه أو مريضته، وهذا أهم شيء بالنسبة لنا. مرحبا، أنا اليوم معكم بعد شهرين من عمليتي في عيادة الدكتور بشار بزرع. هذا أنفي بعد شهرين من العملية. إذا بتلاحظوا إنه الورم اللي كان موجود خف في نسبة بنقدر نقول 80%، لسه في هاي المنطقة شوي طبعا، لسه كل ما بيمرق قاعد فترة أكتر أنا بلاحظ الأنف بياخد وضعه الطبيعي، الورم
اختفى. طبعا ما في صعوبة في التنفس نهائيا، أموري كلها تمام، حتى الخيوط الداخلية لحالها وقعت. طبعا في استخدام المراهم اللي أنا بستخدمها حاليا، والحمد لله أنا شايفة إنه الوضع كتير حلو، يعني عجبني وأموره كتير حلوة. طبعا لسه في شهر ثالث، يعني من 3 شهور وإطلاع بصير يأخذ برضو تقاسيم الوجه كلها للأنف. طبعا ألم ما في، بحركه عادي لأنفي، ما في ألم، أموره كويسة. يعني هذه الأمور اللي أنا أقدر أفرجيكم إياها بعد شهرين من العملية. شايف الأمر كتير حلو وما في مضاعفات ولا سايد إفكت زي ما كتير كنا نسمع من بعض الناس. وأنا كل شهر تقريبا حتى كل أسبوعين ثلاثة بتصلوا فيه وبتطمنوا إنه الأمور تمام ووضع التنفس تمام والأمور كلها حلوة. فإن شاء الله يعجبكم النتيجة، يعني بيكون وجهي كتير صار حلو أكثر من أول. Thank you.